بالنسبة حبيت المدير العام بالنسبة للمستشفى الميداني، هم تم الاتصال بنا من قبل ممثلة وزارة الصحة العمومية ومن قبل ممثل المؤسسة العسكرية، على أساس أنه يقع إحداث مستشفى ميداني بولاية سليانة. احنا بالطبيعة قمنا بالخدمة الكل، اخترنا لهم الفضاء وجو عينوه وقبلوه الفضاء هذا، وطلبوا منا اعداد ملف اداري ومالي. حضرنا ملفنا الاداري والمالي وبعثناه، فاش تمثل في الاي دي في اللي طالبينه بيتعلق بالتجهيزات، وطلبنا زاده كيف كيف الاطارات، الاطار الطبي وشبه الطبي اللازم للقيام المؤسسه هذه بالدور تاعها. دونك احنا حاليا ملفنا حاضر، ما ثمش الغاء، ما ثم حد شيء، تبقى ثم بعض خيال اللي الكلام الكل تسمع. احنا في اطار معناها حكم تشاركي، دونك ثم منظمات، ثم ساده نواب، ثم شكون طرح فكره اخرى اللي هي تتسمع. انا اقول لك انا بالنسبه لي مستشفى ميداني مش يبقى مده زمنيه ويمشي على روحه. الغايه من المستشفى الميداني مش غايه في ذاتها، مستشفى ميداني الغايه هي انه نقوي طاقة استيعاب المؤسسات الصحية بتاع. دونك إذا عندنا 80 سرير أكسجين وأربع أسرة إنعاش، مش نحطه في مستشفى ميداني؟ علاش ما نحطهمش في المؤسسات الصحية ويبقوا لي بصفة دائمة وكلام يتسمع؟ دونك إحنا ما نحيناش المستشفى الميداني، تبقى الكلام هذايا هو كلام طرحه خيال. احنا عندنا جلسه ان شاء الله بقدره ربي بصفه عاجله باش نعملوها في اطار اللجنه القطاعيه القاره للصحه بتاع المسجاوي اللي ترأسها الدكتور الزاهي، اللي مش يحضروا فيها الساده اعضاء مجلس النواب، مش يحضروا فيها كافه اعضاء اللجنه، واللي باش يشوفوا الموضوع هذا ويشوفوا القيادات الكل. اذا اللي يخدم مصلحه جهه سليانه راه مش نشوف فيه، سواء كان مستشفى ميداني او ربما انه ال 80 سرير يقع تركيزهم في المؤسسات الصحيه، ندعم بهم المؤسسات الصحيه بتاع جهه سريان الكل، والاربع اسره انعاش ندعم بهم المستشفى الجهوي بتاعنا، خاصه وانه احنا وصلنا تقريبا لانه طاقه الاستيعاب تقريبا 100%. صحيح بالنسبه للمستشفى الجهوي زدنا 45 سرز اكسجين، دونك 45 سرير، ان شاء الله بقدر ربي يفرهدنا شويه. الغايه بتاعنا هو دعم الجهه بطاقه استيعاب اعلى من طاقه الاستيعاب الموجوده تو. دونك هي الغايه، الناس كلها تتناقش في اطار انه نوفر الظروف الطيبه في الجائحه هذه للمتسكنين سريانا فقط.